وبعدين يا علاء، قلت لك ان انا ست متجوزه. هو اللي زي ابو زيد ده يتحسب جوز؟ ماله ماله ابو زيد، مش مخليني عايزه حاجه. يعني هو اشتراكي بفلوس؟ كفايه اني عايشه مطمنه معاه، مطمنه له، مطمنه على دادي، مطمنه على بكره. كمان شويه هتقولي انك بتحبيه. وليه لأ؟ أنا لما عشرته لقيته إنسان طيب ومخلص وبيعمل أي حاجة علشان يرضيني. ريري نرفق. أروح أنا بقى، الساعة بقت 8:30. ما تنسيش يا ريري، بكرة هنعمل صينية الكيك سوا. أنت هتاكل صوابعك وراها. تصبحوا على خير. أنا مش قلت 100 مرة الواد ده ما يجيش هنا؟ وأنا راجل البنت وكلمتي هي اللي تمشي. سيب الفيدك بقى وتعالي، سيبي دلوقتي تعالي. قالوا لي لازم على طول. تعالي. إيه في إيه؟ مفيش. طب في إيه؟ إيه الحكاية؟ تعالي. خش حبيبتي بس. ألو؟ العطار؟ انت راجل جبان وكداب في اصل وشك. انت متجوز؟ اتنين. عندك كم سنة؟ 40. عمر ملفول خيب معايا الا المرة دي. انت سليم وما عندكش حاجة، اللي حصل لك ده نتيجة الارهاق. خد المقويات دي وفوت عليا بعد اسبوع. بعد اسبوع؟ ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. قول يا رب انا ناسي. انت سبتك فراغ كبير قوي في حياتي، مش قادر اهرب من حبك. صورتك قدامي في كل حاجة، عملت المستحيل عشان انساكي، لكن مفيش فايدة. من ساعة ما سبتيني وانا مش قادر اتلم على روحي. بقى ده علاء اللي انت تعرفيه. نرفق، احنا لازم نرجع لبعض. انت ليه مش قادر تفهم اني دلوقتي ست متجوزه؟ انت ليه مش عايزه تفهمي اني بحبك وعايزه اتجوزك؟ تتجوزني؟ ايوه، اتطلقي منه وانا اتجوزك حالا. تتجوزني ازاي وانت مفلس؟ حسرة، هقتل، هشتغل. لا ما انا مش طرطور يا ست هانم. امنع ريجي البيت روح تقابليه في الكلام؟ ايه ده؟ انت مالكش ثقه فيا؟ أنا ثقتي فيك عمياء. عمياء يعني إيه؟ يعني مفيش ثقة خالص. كده الحق عليا، أنا لا أستاهل إني رضيت بيك. بتبكي؟ معلش ياما في الحبس مظاليم. معلش بس اوعى كده. خلاص بقى سامحيني. سكون يوزي موا نو جامي جامي. خلاص سامحيني المرة دي. معلش. على شرط تثق فيا وما تشكش فيا بعد كده أبدا. الو؟ ايوه عثمان. ايه؟ هيبيعوا القصر بتاع بابا في المزاد.